دكتور محمد انقذنا من المعلومات اللي قاعدين نقولها انا وعبد العزيز، سالفه الوجبه الواحده واهم وجبه ومش ازين واحده ومتى وقتها. اي مساكم الله بالخير. انا ارحب بالجميع المشاهدين والمشاهدات. الحقيقه انا استمتعت ترى بالحديث، بشوف يعني الى اين توصلون في المعلومات هذه، وانا ما الومكم، لان اصلا الابحاث العلميه والدراسات العلميه ترى في جدل علمي حول ما هي افضل وجبه غذائيه خلال اليوم كامل. هل هو الافطار، وجبه الافطار، هل وجبه الغداء، هل هي وجبه العشاء، ايهما، او يعني كلهم بالتساوي يعني هذه الوجبه مهمه خلال اليوم كامل. خلونا نطرح الان هذا التساؤل ونجيب اجابه علميه. خلينا نشوف أول شيء وجبة الإفطار. ترى من سنوات عديدة يعني من الماضي البعيد دائما ونسمع أن الإفطار هي الوجبة رقم واحد، وهناك كثير أصلا من الدراسات العلمية التي يعني تثبت بأن هذه الوجبة هي الأهم. طيب لماذا مهمة؟ لأن هي تقريبا هي التي يعني تعطي الطاقة في بداية اليوم. تخيل معي إن سيارتك ها يعني ما فيها الوقود الكافي، أول ما تبدأ سوف تعبي فيها البنزين، صح ولا لا؟ إذا هذه الطاقة الوقود الكافية اللي يحتاجها الجسم في بداية إيش؟ يومه. طبعا في دراسات عديدة تقول إنها مرتبطة بانخفاض الإصابة بأمراض القلب، بداء السكري، بضغط الدم، بأمراض عديدة. لكن